دم مشاركة وزنة. دم على رجلنا انطلاقة الرسمية للماراثون الدولي لمدينة للجميع ونتمنى التوفيق. مسافة 10 كيلومترات، مسافة المتعة وتجوان بمدينة الدار البيضاء. شكرا لعمدة الدار البيضاء. يوم بدون سيارة من 7 صباحا إلى 1 بعد الزوال. اولا يعني تنفتخر انه الحمد لله هذا الطبع الرابع عشر حتى هي الحمد لله كانت تحت الرعايه الساميه ديال سيدنا الله ينصرو. وتنغتنم هذه الفرصه باش يعني تنتقاسم الفرحه ديالي بالنجاح ديال هذا الماراثون مع مجلس مدينه الدار البيضاء اللي هو المنظم يعني المشجع الاول في هذه التظاهره، وكذلك السلطات الامنيه اللي الحمد لله كيف يمكن لكم تتبعتوا في الرياضيه مشكورين، يعني مرات في واحد الظروف جد 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 عاليه وطيبه، والحمد لله ربي ما حشمناش حيت انه قدرنا نحسنوا الرقم القياسي ديال الماراثون النسوي اللي هبطنا على 32 بيسك تسجلنا 229 ثانيه و 46%. دونك الحمد لله فيمكن نقولوا بان كانت العلامه الكامله لهذا الطبع الرابع عشر، ونعطيو يعني الموعد للبيضاويات والبيضاويين باش ان شاء الله الرحمن الرحيم نتلاقاو في الطبع الخامس عشر ان شاء الله. فرحان بزاف بتواجدي في التظاهرة الرياضيه في مدينه الدار البيضاء، الماراثون ديال كازا في الدوره ديالو 14. العام اللي فات كنت شاركت في مسافه ديال 10 كيلومتر، وهذا العام زعمت شي شويه قلت غادي ندير 21. كنكون فرحان فاش كيكونوا تظاهرات بحال هكا في كازا ولا في المغرب كامل، خصنا نشجعوا بحال التظاهرات لانه محتاجين باش نديروا الرياضه، فتنشوف واحد الكم كبير ديال المشاركين. صافي بليزير دافواغ هاد لومبيونس كلها وهاد لا موتيفاسيون كلها باش الناس تشجع باش انها تمارس الرياضه. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الشرف لينا اليوم باش نشاركوا في ماراثون الدار البيضاء اللي عاد بعد غيبه، والحمد لله كنشوفوا عدد ديال المشاركين لا في الماراثون ولا نصف الماراثون ولا 10 كيلومتر مشاركة مهمة. كنتمناو التوفيق للمنظمين، كنتمناو التوفيق للمشاركين، وكل شيء يدوز بخير وعلى خير. مزيد من التوفيق لجميع المنظمين على السباقات على الطريق والماراثون في المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم علي اليخليفي وكيل الدائم المغاربة والأجانب واللي كنعيش في الديار الهولندية. جيت نهار الخميس هنا، الاجواء كانت زوينه الحمد لله، الماراثون اورغانيزي مزيان، الناس ناشطه، صحاب الدار البيضاء وكل شيء. المهم وعدنا هنا هذا العام ان شاء الله نديروا الركور ديال البنات اللي كان 2:31 واللي حطمته الكينيه ديالي دابا شي 5 سنين ولا 6 سنين. بغينا ان شاء الله نهبطوا تحت 2:31، ودرنا واحد ليافر سبيشال هو ديال البنات اللي كتشوفوا في الشاشه، راه هو اللي غيجر لهم دي باراريفي. ونتمناو من الله يتحطم اليوم الركور وتكون الحفله كبيره للدار البيضاء وحتى في البلاد ديالنا. البلاد ديالنا هي الاولى قبل من كل شيء ان شاء الله، وشكرا بزاف. اذا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. اليوم الدوره 14 للماراثون الدولي للدار البيضاء اللي تعرف لاول مره ارقام قياسيه غير مسبوقه، نظرا كما تشوفوا هذه الكثافه ديال المشاركين اللي هي دائما في اطار تشجيع او الجاذبيه ديال السياحه المغربيه، وخاصه ان هذه المره تيجي في ظروف اخرى على اننا المغرب مرشح لتنظيم كاس افريقيا 2025 وكاس العالم 2030. ودائما كما تشوف التنظيم دائما المغرب تيكون في مستوى انتظارات والتظاهرات العالميه. معكم تكريبا زهراء الفائز اليوم بانس ماراثون الدار البيضاء. الحمد لله انا فرحان بهذا الفوز هذا، كنشكر المنظمين على التنظيم اللي كان رائع والمظهر اللي كان صراحه مزيان. الحمد لله انا فرحان بهذا الفوز هذا، داخل في الاستعداد ديالي للماراثون ان شاء الله. وكنشكر الوالدين ديالي وكاع الناس والاصدقاء ديالي اللي كيامنوا بيا، وشكرا بزاف وانا فرحان وكنشكركم كاملين. صراحه احساس زوين، كيف كتشوفوا السباق كان صعيب شويه، المظهر كان مزيان، كان المنافسين قويين،
قدرت انني نبقى مسير الكوكب حتى الكيلومتر 19، عاد انني قدرت السيطره ديالي والحمد لله انا فرحان بزاف، وكنشكر كاع الناس اللي تقوا فيا والوالدين ديالي، وكنشكر على جيلهم هذا الفوز هذا، وان شاء الله مازال الخير جاي واجي سعاده الالعاب الاولمبيه ان شاء الله. انا جيت مراكش. لا الحمد لله كان المطار كان جيد، رجال الامن فصلحوا لنا المطار مزيان الحمد لله، كانت الظروف ملائمه وشكرا لكم بزاف. السلام عليكم، الاسم وفاء زروال، حاصل على المرتبه الاولى في مسافه 10 كيلومترات الدار البيضاء. الحمد لله السباق كان في المستوى منذ الانطلاقه حتى النهايه. كنبغي نشكر اللجنه المنظمه للسباق، وكنبغي نشكركم ايضا على الحضور ديالكم. الحمد لله هذه ثاني مشاركه ليا بعد الحصول على المرتبه الاولى في مدينه بلباو، وهذه ثاني مشاركه ليا الحصول على المركز الاول ايضا. شكرا. My name is Anton Limo from Kenya. I'm happy go today the Casablanca marathon. It was conducted in a very good manner, and this is the race I was focusing on it since I prepare myself 3 months ago, and I was aiming for Casablanca, and I'm appreciating for the whole organizers, the participants. I say thank you for all participating in the Casablanca. I'm so happy. إذا اليوم نسخة 14 ديال الماراثون الدولي مدينة الدار البيضاء، مشاركة جد قيمة. احنا اليوم يعني يوم سعادة وفرح بالنسبة لجميع المشاركين، 10,000 مشارك، طبعا مشاركة جد قيمة ومهمة. الماراثون عرف 4 ديال الفئات، يعني ماراثون، نصف ماراثون، 10 كيلومتر، وماراثون الأطفال اللي كان البارح. فهذا الشيء كيجعل على أن مدينة الدار البيضاء مدينة غنية بالتظاهرات، مدينة غنية اللي كتعطي الفرصة للشباب ديالها وجميع الفئات. يعني شفتوا المشاركة لجميع الفئات ديال السن، وهذا طبعا ما يمكنه الا يشرف مدينه الدار البيضاء. مظاهرات وتظاهرات اخرى ان شاء الله غادي تخرج للوجود في غضم هذه السنه بعد اتفاقيه شراكه اللي وضعنا مع الدار البيضاء كذا ايفنت، وبالتالي غادي تشوفوا ان كل شهر غادي تكون يعني واحد التظاهره اللي كتليق بساكنه مدينه الدار البيضاء. شكرا. السلام عليكم، معكم زاغو منتصر من فريق الجيش الملكي. الحمد لله حطيت المرتبه الثالثه العام اللي فات، حطيت المرتبه الرابعه هنايا، وكنت دايرو في البريباراسيون باش ان شاء الله نجري الماراثون ديال شامبيون دي موند ميليتير. هذه غير كبدايه ان شاء الله. الشامبيون دي موند كاينه في شهر 11 ان شاء الله، غادي نجريها ان شاء الله في البرتغال، وكنتمنوا نشوف الطريق الصحيح. من ناحيه واحد القضيه اللي ليفر ما كانوش في الاول، كنا خصني ضروري خصني ناخذ المبادره باش نحاول نطلع من الايقاع باش ناخذ كرونو مزيان، ولكن ما كاينش اللي كيعاون، وراك عارف لي زاتليت بيناتهم واحد كيبغي يربح الاخر، وبقينا السومي دوزنا السومي الاولين ورسان، ولكن السومي الثاني تقالينا بزاف. التنظيم كان في المستوى، وكان الريفيتايمو بسميتو في المستوى، والماراثون ديال كازا غادي كيتحسن على عام على عام. 2019 جريتو ما كان فيه ما يتشاف والو، ولكن جريت 2020 و 2021 و 2023 الله يعطيهم الصحه، غادي وكيتحسن هادشي ان شاء الله. بابا هذا الولد. السلام عليكم، بمناسبة سباق الدار البيضاء الدولي المقام بالمركب الرياضي الأمل في دورته 14، كنشكروا جميع المنظمين على السباق الرائع اللي داروا في المرحلتين اللي شارك فيهم الفريق 10 كيلومتر و21 كيلومتر. كان نظام رائع، استقبال رائع، كل شيء كان ممتاز. كنشكروا جميع المساهمين المساندين الممولين جريده اوجوردي لي ماروك على الدعم اللي قدموه جميع المساهمين، ونتلاقاو ان شاء الله في المناسبه القادمه العام الجاي باذن الله. شكرا لكم. Miskelen Waidera from Kenya. Kenya? Yes, yeah. I prepared for almost 5 months for this race, and I'm happy that the preparation that I made, it has paid off well. Yeah, the race today was good. At first I was very afraid because of the heat, but it was not that too hot.
and it was there was a lot of water along the way, so the race was good. اليوم 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 تحقق الهدف اللي سترنا لهذا الدوره 14. اولا كاين الرعايه الساميه ديال سيدنا. اليوم وصلنا للمستوى اننا نبقاو نحظوا بهذه الرعايه هذه. اولا المشاركه كانت مكتفه لا البارح بالنسبه للفئات الناشئه تجاوزنا للرقم ديال 1600. السنه الماضيه كانت عندنا 800، هاد السنه هذه ازيد من 7000 مشارك ومشاركه في السباقات الثلاثه، وهذا هو من الاهداف اللي استرنا. ولكن الهدف الجميل وهذا فضل جميع الشركاء ديالنا، اولا رجال الامن، كذلك السلطات المحليه، المجالس المنتخبه، وما ننساوش واحد الشكر الجزيل للساكنه ديال مدينه الدار البيضاء اللي ساعدتنا في تهيئ مطاف جميل يوم بدون سياره رغم القرار ديال السيده العمده. فاحنا حققنا الهدف ديال الرقم قياسي لان الدار البيضاء تستحق احسن من هاد من من من, من هاد الارقام اللي كاينه اليوم، ونضربوا موعد ان شاء الله في الدوره القادمه ان شاء الله. التوقيت ديالي جيد بالنسبه للعام اللي داز، وحتى مدخله في بريباراسيون الماراثون دي صابلي ان شاء الله، حيت هادي راه شوف اختصاصات ديالي، انا اختصاصات ديالي هو لي ماراثون ديال الرمال، هذا دخلت غير بريباراسيون. كانت المنافسه قويه الكينيين والحمد لله. ها ويلي خمسة الكينيات طاروا بيا قتلوني، ولكن الحمد لله. كثر يا ربي يخليك. شكرا شكرا. هذه مسابقة تضامنية فيها مشاعر كثيرة، بمشاعر تضامن مع ضحايا الزلزال مع فلسطين، وهي كانت الناس كيجريو بواحد التضامن بواحد المشاعر كبيرة، وكان باركور مزيان والناس كلشي كتجري وكتدعي مع فلسطين، وان شاء الله النصر لفلسطين والنصر للناس ديال فلسطين. Hello Morocco, we join Casablanca Marathon today with our friends Philippine, Moroccan, and we are very happy that we participate. For marathon is good and accommodation is good. We enjoy a lot and hope to see next year we will join again. Oui, bonjour tout le monde, avec vous Mariam Ayoubi. Une championne du Maroc en 2016, spécialité cyclisme. J'étais à la troisième classement, troisième internationale et la première au Maroc. Et après, je fais de l'équitation et après tout ça, j'ai fait. C'était trop bien, j'ai fait plusieurs marathons, c'était un trail de Sidi Rhel, 9 km, j'étais la troisième internationalement. Et pour aujourd'hui, j'étais en sixième. J'étais trop fière de moi parce que c'était trop bien. J'ai eu mal un petit peu, mais c'était trop bien. Et je suis fière de notre pays pour tout ça. Et merci à vous.